السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا عن داخل سورة الطائف مع شخصيات، ثم انتقلنا إلى العقيق شبرا والعقيق، وتحدثنا مع عمدة العقيق، ثم انتقلنا إلى منطقة أم خبزة الفيصلية متجهين شرقا، وتحدثنا مع ابن العمدة ووقفنا على المواقع وبساتينها وأثارها، ثم انتقلنا على أثار وبساتين قرية الحمدة المليسة. الآن إحنا في القديرة، نلتقي بشخصية من أهل القديرة الشرابية، الأستاذ محمد الشربي، شخصية محبوبة ومن أعيان الشرابية. سيحدثنا عن القديرة، وسنقف على بعض المزارع الموجودة في قرية القديرة. الحين المنطقة هذه القرية بالشرابية، جزء من القرية، جزء من القرية هذا الجزء الشرقي، نعم، والقرية الأساسية قدامنا في الجهة الغربية. هي الجهة الغربية كلها هذه كلها شرابية، كلهم شرابية. كل القرية الشرابية شرابية، الحمد لله ما عندنا أي أجربزة، عيدنا واحد وعزانا واحد، مناسباتنا واحد، وكل أمورنا واحدة الحمد لله. الله يديم، الله يحييك، مساك الله بالخير أستاذ محمد. الله يمسك بالرضا والعلم الزين، حياك الله مهندس رويد. جيناك في العصر هذا اليوم، هذه عاد الجو لا هو برد ولا آخر موسم الفواكه وآخر موسم في القديرة، جو طيب. نعم صحيح. نبدأ كذا، القديرة إيش كانت تشتهر بزراعة إيش؟ إيش كان فيها؟ والله القديرة تشتهر بزراعات عدة، بخاصة الفواكه، يعني عنب القديرة مشهور، يعني حتى يعني مو بس القيم، حتى القديرة عنب القديرة مشهور، حتى في الحراج عند الحلواني إذا قال عنب القديرة يجوا الزباين، يعني مستوى القيم كلهم مستوى القيم، هذا كله وادي واحد يعتبر. نعم. نعم، والرمان والخوخ أبو خدين، ايه، والبخارة، هذه من الفواكه الموجودة، غير عاد الخضار، غير عاد البرسيم مثلا، والشعير والحنطه حتى يوسف، كان في يوسف الافندي، نعم، هذا بستان عندنا، كان في يوسف التفاح، ايه، يعني التفاح الاحمر هذا جاي من الخارج، كان مزروع عندنا هنا، ايه، في بستان اسمه سدور، وكان زارعه احد من الجماعه اسمه محسن بن جابر واخوه الحسين الله يرحمهم شربي، بسكم الجنه، من الشرابي، كله من الشرابي. نعم. فكان يعني اسمك اول شيء محمد عبد الله عبوش الشربي. استاذ محمد، انت ولادة المنطقة؟ نعم نعم، اللي يسموها القديرة، قديرة ولادة القديرة، واللي انتوا فيها ايش اسمها؟ القديرة، مو قرية، هي المنطقة عموما القديرة، القديرة، والحي حينا اسمه حي الشرابي، حي الشرابي، نعم، ايه، ولا عموما القديرة، والقديرة هي ملك الشرابي اصلا، ملك الشرابي، نعم. مين يسكنها غير الشرابي القديرة؟ والله يسكنها جيراننا البراريك، البراريك البراريك، يعني براق ثبيتي، نعم ثبيتي، ايه، وجيراننا السادة، إيه؟ بيت السيد البار، إيه؟ موجودين جيراننا وعندهم، إيه؟ مزارع، والبراريق عندهم مزارع، نفس مزارعنا، يعني الشرابي او البراريق، البراريق والسادة الموجودين والسادة. اصلا في القديره هنا هذول اصلا، انا القديره، نعم. حدود القديره تبدا من فين يعني تقريبا، يعني اللي جاي اللي بيعرفها؟ والله القديره اصلا، إيه؟ فيه منطقه اسمها الازهر والجبال اللي وراها، اللي هي الان حديقه الملك فيصل عندها، ايوه، هذه نعتبرها من الجنوب، من الجنوب، من جهه قصر السحاب فمادون، ايوه، الى ثلثين من سكن الحرس الوطني شمالا، ايه، بشارع الستين، ايه، يعني من قبل، ايه، من قبل شو قبله، ايه، قبل ما اوصل، هي مناطق لها مسميات، يعني ايه، اعتقد انه في هذه منطقه القديره، هذه من الجنوب الشمال، ايه، ومن الشرق ضلع اسمه الجوي، الان وانت طالع من الطائف تبغى طريق المطار، بعد ما تتعدى مستودع شركه الكهرب، ايه، على يدك اليمين ضلع اسود، هذا اسمه الجوي، ايه، وفي اودم عنده، هذا من من الشرق، ايه، الغرب الى الجبال اللي تحدنا مع طويرق، ايه، الجبال اللي تحدنا مع طويرق اسمه شعاب الماء وكذا، يعني حدكم طويرق من الغرب، من الغرب، الغرب، والمنطقه هذه المسافه كلها هي اصلا القديره، إيه؟ بيع منها طبعا مبيع عام 86 على الامير فيصل بن سعد، ايه، جزء منها وجزء متبقي عندنا ما زال لحد الان في مزارعنا وبيوتنا وسكننا غالبا في طفولتك ايش ذكرياتك عنها؟ معالم، كان فيها قهاوي، الناس كانوا يروحوا يقولوا بنروح القديره العصريه، نعم، كان في قهوه، روح على القديره العصريه، قهوه خلف، قهوة خلف الشربي، خلف بن الطير الشربي، ايه، كانت قهوة خلف موجودة، ايه، وكان قبلها قهوة لعمي محمد علي الشربي رحمة الله عليه، وحامد بن علي الآن شايب كبير الله يحسن له الخاتمة، ايه، في قهوة قبلها كانت موجودة، يعني ثلاثة أربع قهاوي، قهوتين كانت أساسا، ايه، أساسية، وكان قهوة خلف حتى أكثر الطلبة اللي كانوا ذي كلام إذا طلعوا من المدرسة، ايه، ولا هذا يتواعد يقول الموعد كلية خلف، ما يقولوا قهوة خلف، عشان، ايه، طالعين من المدرسة، ايه، وشاردين، بعدين صار القهاوي اللي محل الانتركونتيننتال الان، ايه، قهوه بخيت وقهوه عباس وقهوه مدي، محل الانتركونتيننتال الان اللي موجود، ايه، كانت هناك قهوه في القصير، اللي قهوه ولا بعيد القصير، قهوه فوق هناك جهه، بعيد الحلقه عند كوبري الحلقه الان، ايه، بعيد شويه، بعيد شويه القصير، نعم، ايوه، كانت، ايه، عند كوبري الحلقه، وهذه في الاخير القهاوي اللي يقول لك حقت بخيت القثامي وعباس
بعد قهوة خلاف وبعد قهوة عمي محمد علي. أنا أذكر طفولتنا أستاذ محمد، يعني دائما يقول على العصريات ما كان يروح يشافها هذا القديرة. القديرة. تماشي القديرة. حتى أظن العوائل. أنا لو أريك منطقة عندنا ايه؟ يعني منطقة في الصيف. إيه. وهذا الكلام قديم يعني في نهاية الثمانينات بداية التسعينات ايه؟ أيام عهد الملك فيصل الله يرحمه. ايه؟ في فترة الصيف وفي العصر يعني كأنه مهرجان في منطقة عندنا أوريك ايه؟ لو حبيت تشوفها. كأنه مهرجان من السيارات والعالم اللي يتمشوا اللي من الرياض واللي من جدة واللي من مكة والسيارات وفي الشعبان والأمطار والأودية سائلة والأرض خضراء والبساتين حقتنا وحقت البراريق جيراننا وحقت السادة وحقت جماعة الأم الحمضة الشرابي اللي فوق والفقة مليانة تماشي متعة مليانة خير واللي يتمشى واللي يشتري أخذ عنب واللي يأكل واللي يأخذ رمان واللي يأخذ خوخ يعني سبحان الله العظيم كأنك تتمشى في جناين يعني مو ما ما الأرض خضراء والبساتين كذا كذا. وفيه عندنا وادي اسمه وادي مشيط كان رحمة الله عليه وسكنه في الناس جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز يجي مسوي له دكة من حجر موجود معالي مالك آثارها موجودة طبعا السيل هدم منها أجزاء وموجودة هنطلع نشوفها نشوفها ما عندي مال نشوفها. فكان رحمة الله عليه وسكنه في الجنات يجي قبل المغرب مباشرة بشوي وكان الخط ممسوح ما في زفلت إذا نزل من الأزهر يرشونه بالوايت بالماء عشان الغبار ويجي مع ذا المغرب بالضبط يصلي المغرب ويشرب القهوة والشاهي ومع العشاء خلاص يطلع على قصر شبرا يقعد لين العشاء بالله يوميا لين اذان العشاء ايه؟ يعني احيانا اعتقد انه يصلي العشاء في الدكه ويمشي احيانا لا اذا اذن يروح يصلي في شبرا ايه؟ او في هذا ويمارس عمله من قصر شبرا. حتى اذكر مره من المرات موقف رحمه الله عليه كان معي دبابه وكفرين وكنت ماشي بالدبابه من القريه حق جماعتنا حق ام الحمضه اللي اوريكم اياها في الطريق وجاي ابغى راجع البيت قبل المغرب بشويه ولازم الدبابه اقطع الخط الممسوح ويوم قبلت على الخط جيت قربت منه وطلعت في اليمين للموكب نازل جاي كان معه سيارات الحمر الحر حق الحرس الملكي مكشوفه ايه ايه سيارات حمر كذا ايه والجيوب حمر مكشوفه ايه الا الموكب نازل من الجبل قال طبعا ما قطعت الخط وخرت على الخط وقفت نزلت من الدباب وقفت على رجولي ايه ما علي غير ثوب وطاقيه كذا ايه كلام ايه هذا وانا يعني ماني كبير في السن. ويوم تعدى الموكب انا وقفت وصفقت كذا للملك فيصل وكان سيارة أعتقد أمبريا الأبيض كان راكب فيها وشيء زي كذا ويوم صفقت وهو متعدي صار يسوي لي كذا تعدى الموكب راح ركبت الدباب أنا في شعور فرح ملك فيصل يرد علي التحية لحالي كذا واقف فرحت البيت عند الوالد والوالدة وأخواني وأخواتي والجماعة الملك فيصل سلم علي الملك رد علي في كأني يعني ما في حد قدي زي كالساعة رحمة الله على من شوف رحمة الله عليه بساطة يقعد في الدكة ولا بساطة ولا حراسة الدكة ولا شيء وإذا تعد ناس من جماعتنا ومن جيراننا متعدين يزهم وتعال تفضلوا القهوة ويسألوا كيف حال الناس كيف حال العرب كيف حال كذا كذا يعني أمور بساطة أمور محبة أمور جميلة إلى بعد الحدود وموجودة آثار الدكة حقته حتى فيه حجر غار نسميه غار الحرس إلى الآن ايه؟ كان الحرس يجوا اثنين أو ثلاثة يقعدوا في الغار طول الفترة عشان حماية للدكة اي بس ما حد يجي للدكة ولا حد الناس يتعدوا من جنبه سلام عليكم يا أبو عبد الله ولا اللي يسلم عليه ولا يقعد عنده ياخذ فنجان قهوة شاي ويمشي ويرحبوا بالناس ويعرف الناس يعرف المناطق ويعرف الحجاز بكامل هو العرب هذا وش أخبار فلان وش أخبار فلان وش أخبار رحمة الله عليه سكن في الجنات الموقع دكة الملك فيصل رحمة الله عليه دكة الملك فيصل في القديرة في الطائف كان يجي قبل المغرب يصلي المغرب في الدكة يصلي المغرب في الدكة الدكة هنا موجودة ايه؟ يجي بالموكب ايه؟ السيارات الحرس ايه؟ من هناك في الحرس اللي يحصل الدكة في النهار بين الأغار في ورا السيارات ورا السيارات ورا السيارات ديك ايه؟ وكان الموكب يجي بسيارة تفدف هنا هذه الدكة لا الدكة تحت الوادي السيارة توقف هنا السيارة توقف هنا على الصخار هذه هنا توقف ووريك أثار الدكة ايه؟ فيجي هنا سبحان الله شوف الآثار الحجار حقتها الحصن إيه فكانت مبنية هي كانت مبنية بنا بنية مرتفعة إلى هنا وكانت مرتفعة على هنا مع الصخرة هي مرتفعة مع الصخرة ومعاملين بطحاء في الدكة إيه؟ بطحاء فرشينا بالبطحاء إيه؟ الوادي كان نظيف هذا إيه؟ ما كان زي الآن إيه؟ بالمشاكل دي إيه؟ يفرشوها هذا ويجي المغرب يصلي المغرب في الدكة هنا ويجلس هنا ويشرب القهوة والشاهي ومعاه رادي عشان يسمع
ويجي سنين مع العشاء قبل العشاء الموقف حق يحرك ويطلع على شغل على شغل خلاص. فكان الخط ممسوح من هنا يجي من هنا مع الطريق هذا وينزل مع جبل اسمه جبل الازهر اللي بعد حديقة من الفيصل نوصل اليه هذا ممسوح الخط ورشوف العصر بالوايه مويه عشان الغبار فيجي الموكب هنا وينزل رحمة الله عليه وسكن الجنة ويجي سنة المغرب يصلي المغرب هنا اللي معاه من خياء أو من هذا ويتقهوى يشرب القهوة الشاهي ويجي سنين مع العشاء أو يصلي العشاء أو قبل العشاء أعتقد ويمشي من الدكة هنا يركب هذا يمشي وهذه الحجار الآثار هذه حجار آثار الدكة البنيان عايد يشوف سبحان الله البساطة يعني هذا الموقع مو موقع آخر هذا الموقع هذا الموقع هنا هذا كانت الدكة مبنية مرفوعة على مستوى حجارة مزورة بالبقحة. نعم. بالبقحة نظيفة. نعم. هذا الموقع حقتها. هذا حجار حقتها البادية. يا صلى قبل العشاء. تركب السيارة ويمشي. على شوفك. فكان في الشباب اللي صار معايا. نعم. فيصلنا ذكريات دكة ملك فيصل ملك فيصل رحمة الله عليه ذكرياتكم العيد ايش كنتوا يعني تصلوا العيد في الطائف ولا هنا في عندكم مصلى لا مصلى عندنا عندكم مصلى عندنا مصلى يجمعنا حن الشرابة والبراريك والسادة كلها القرية والمصلى في عند السادة في القرية وكان الإمام حق رحمة الله عليه وسكن وجعلنا جميل السيد هو الإمام حق المسجد والعيد فكنا الثلاث القرايا ويجونا ناس من القرى الأخرى ويسلم معنا العيد ونصلي العيد أصل العيد طبعا المعايدة ونسلم على بعض وأفراح وارتباطكم بالمدينة داخل المدينة في المدينة الزراعة أو تحتاج شيء يحتاج مقاضي أو طلبات أو تنزل فواكه أو في بعض من 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 الجماعة كان موظف أو عسكري إضافة لأهل المزارع اللي يودي إنتاج الزراعي سواء من فواكه أو من خضروات أو من أعلاف أو من كذا ارتباط المدينة لكن ارتباطنا مع بعض القرى اللي حولنا عيادنا واحدة يعني في العيد كنا نعيد مع السادة ومع البراريق ومع الشرابي كنا عيدهم واحد إيش الألعاب الشعبية اللي كانت تمارس في والله أكثر ألعابنا مجرور وقصيمي مجرور والقصيمي بالذات 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 القصيمي لنا هدية لأن مجرور له الهدى وادي محرم وذي وكذا ولا شرافة إحنا هنا القصيمي بالذات لكن نلعب مع المجرور ونلعب القصيمي أيام كان مشهور فيها من عندكم من الأسماء والله كثير كان الوالد رحمة الله عليه يسكن في جناته يعني مشهورين فيها واحد اسمه حميد الشربي رحمة الله عليه يسكن الجنة والحسين وهذا وضيف الله بن عمي رحمه الله يعطيه العافية وكثير والله كانوا يلعبون بقي شباب الآن والله في شباب وأنا كنت ألعب حتى مع الوالد ومعهم الأولين ألعب يعني بالطار وبالهذا لكن حاليا الشباب موجودين طبعا ما هو زي الشباب الأولين واللعب الأول وحافظين الشباب وحافظين القصيد كل الأول حق هذا وحق اللعب ولعب كان يعني لعب طربي لين قريب الصبح هم يلعبون ما وثاني لين نفس العملية يعني يتعيد وعنده فلان وإذا تعشوا كنا نتعشى قبل المغرب في العيد قبل المغرب نتعشى يتعشى ويروح صلاة المغرب بس يقولوا ترى الليلة الملعبة في بيت فلان معروف بعدين تطور شيء صرنا نتعشى بعد المغرب مباشرة بعدين شوية الآن بعد العشاء أستاذ محمد نجي لشيء شخصي لك أنت عملت في إدارة البريد وفي تجارة ولا لا؟ نعم هذه فترة عملك نعم أنا عملت في البريد من عام 1394 هجري إلى 1400 لين في الرياض أصلا بريد الرياض كنت من في معهد البريد وبعدين في بريد مطار الرياض بعدين جيت البريد الطائف هنا وكنت زميل الوالدك رحمة الله عليه وسكن جنات وعمك عمر وعمك حمادي وحسين حمدان والخندريس وعم عبد المعطي وخليل عرب وكم عد لك وعم محمد الأحمري وكثير الله يرحم اللي مات ويرحم اللي حي ويرحم المسلمين بعدين نقلت عام 1400 إلى وزارة التجارة فرع التجارة بالطائف وكنت فيه لين عام 1434 تقاعدت وأنا متقاعد